شل الخط الثاني، مكتب الوزير على الخط. الوزير؟ سويتيها يعني؟ ألو؟ إيه نعم، معك طلال مدير الشركة. الوزير يبي يشوفني اليوم؟ يعني مشروعنا انقبل؟ خلاص نسمع الموافقة من مع الوزير إن شاء الله. بس الساعة كم تبوني؟ واحدة الظهر؟ إن شاء الله بكون موجود. مع السلامة. ماكو وقت، نسيت الملف في الفيلا، لازم أروح أجيبه. ما قلت لك إنه راح يعجب الوزير؟ إذا المشروع ما دخل ضمن منهج الوزارة في التعليم ما أكون أنا حبيبة. إيه بس الحين شلون؟ باقي ساعة ونص على الموعد، لازم أروح الفيلا أجيب الملف وأبدل ملابسي. زين إيش تنطر؟ يلا نروح. نروح؟ ليش أنت بتروحين معي؟ ليش أنت ما تبي تأخذني معك؟ لا أنا مو قصدي، بس يعني أنا فكرت. يعني مو من حكي طلال؟ أنا اللي اقترحت المشروع، وأنا اللي أعرف كل صغيرة وكبيرة عن المشروع، وأنا اللي تابعته ويا مكتب الوزير، والحين يا بشرك مستكثر علي أروح معك؟ خلاص طلال، الله يوفقك. حبيبة لا تصيرين حساسة، كلمة وطلعت. خلاص طلال حصل خير، أنا بروح البيت متضايقة شوي. شلون بتروحين البيت والوزير ينطرنا؟ روح له بروحك، مو هذا كلامك؟ لا خلاص غيرت رأيي، بتروحين معي ويلا عشان ما نتأخر، لحقيني بسيارتك. طلال إذا تبيني أروح معك أروح معك بسيارة واحدة، وبعدين أنا مو واحدة رخيصة عشان تقولي لحقيني. أنت مستعر مني طلال؟ أنت شفيك ماكل فلفل اليوم؟ أنا بروح البيت أبدل ملابسي وأجيب شوية أغراض. وش فيها يعني إذا رحت وياك؟ تخاف مني ولا باكلك؟ لا مو عن تاكليني، بس الوضع يعني لا في وضع ولا في شيء، خلك سبار وعملي بالحياة، وبعدين أنا ما أحب الريال المتردد. يعني تفضلي. نطريني ببدل ملابسي وبجيب الملف. أفا هذا بدل لا تعزمني على كوب عصير؟ ليش تذيب خير؟ الخير وايد، بس أنا بروحي بالبيت وانتي أدرى بالوضع. خلاص أمري لله، أنا بسويلي وانت روح شوف شغلك. تدخلين البيت؟ رجعت تخاف مني؟ وبعدين معك كأنك طفل مراهق، ليش تذي خواف؟ وبعدين أنا أعزك لدرجة أني مأمنة فيك وأكون مغمضة معك. انت ايش جايبك هني؟ صدق ما تستحي على وجهك، صدق انك ما تنتخي، تدخل مرة غريبة في بيتي وانا الحين على ذمتك. سلوى تبي تجيتي؟ حسافه يا طلال، انا قبل كنت شاكه بس الحين شفت بعيني، الحين تاكدت.
حبيبتي انت فاهمه غلط، خليني افهمك. وخر ايدك عني، من اليوم ورايح ما تحط ايدك علي ولا تلمسني، فاهم؟ ورقة طلاقي طرشها وراي. سلوى، سلوى، ديمي، ديمي، تلاحين واقفة هني؟ طلعي برا بيتي. سلوى، انت فاهمه غلط يا سلوى. ايش تبيني اقول لك يا هيبه؟ تبيني تردين البيت؟ حياك الله، البيت بيتك، لكن ها مثل ما قلت لك من قبل بشروط. بعد شروط هيبه؟ قول شنو شروطك؟ اولا صوتك هذا ما يعلى على صوت زوجتي، وحطي ببالك البيت يمشي بشورها وبأمرها، يعني صوتك ما يعلى على صوتها. ردينا على شروطك يبا؟ تبدي زوجتك علي انا بنتك؟ انتوا تفكرون ان انا ما عندي شغله غيركم؟ يا يبا انتوا كبرتوا وتزوجتوا، يعني هالمشاكل ما لها داعي. بعدين اعطوني فتشه يا يبا اتنفس واشوف نفسي، بعدوني عن مشاكلكم. ليه متى يا يبا؟ ليه متى؟ يبا طلال قاعد يخونني. تعرف شنو يعني قاعد يخونني؟ انت ليش مستهين بالموضوع؟ مو مستهين بالموضوع، بس اخاف اقول لك وتقولين انه ابوي متعاطف وياه. لا قول، ايش باقي بعد؟ قول، سمعني. طلال ما خانك الا من طول لسانك وعصبيتك المبالغ فيها. هم رديت علي انا يبا؟ الحين صرت انا الغلطانه؟ بتعلميني عنك؟ انا عارفك زين، انت منو تحملك؟ صحيح يبا، اذا انت ابوي ما قدرت تتحملني، ايش خليت حق الغريب؟ يا يبا انا اتحملك، لكن زوجتي ما تتحمل طولة لسانك. مشكور يبا، هذا أصلاً اللي مقوي طلال عليه.